خليني أبدأ الحوار مع الأساتذة الضيوف. أبدأ الحوار مع السيد خالد بعد إذن الأستاذ حمزة. السيد بيرول، بعد 4 سنوات هل تغيرت تركيا سياسيا بعد ذلك أو بعد هذه المحاولة من الانقلاب؟ أولا أشكركم جزيلا على استقبالكم ودعوتكم لي في هذه الحلقة. نعم، لأجل معرفة 15 تموز فيجب علينا معرفة عملية غلاديو. فهذه حدث، هناك تغييرات جذرية في السياسة التركية. ففي منذ عام 1960 كانت تركيا من دولة في حلف شمال الأطلسي، وحدث هناك تغييرات كثيرة. وقبل 15 تموز أريد أن أعطيكم بعض المراحل التاريخية التي مرت بها. فطبعا كما تعرفون كانت هناك تقارب مع روسيا في العديد من المحاور، فكما تعرفون وقررت تركيا بشراء منظومة S-400، وكانت هناك قضية سوريا كان بالنسبة لنا قضية مهمة جدا، وقضية العراق أيضا كان بالنسبة لنا مهمة جدا، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا. كان هناك طبعا يراد أن يتم إنشاء منطقة كردية أو منطقة الإرهاب في شمال سوريا، وكما تعرفون تركيا كانت تعارض ذلك. وعندما قامت تركيا بتنظيف نفسها بنفسها في بذلك، فحدثت مثل هذه العملية، عملية الانقلاب الفاشل كما تعرفون. فتركيا اليوم في السياسة الخارجية والآن استقلاليتها وحصول على استقلاليتها كما تعرفون، وكانت بالنسبة لتركيا ميلاد جديد يوم 15 تموز. فنحن قدمنا العديد من الشهداء وضحى الكثير من مواطنين بأرواحهم نتيجة ذلك، ولكن من الطرف آخر إذا نظرنا إلى الموضوع بهذا الموضوع فكانت هذا بالنسبة لنا يوم ميلاد جديد، فكان بالنسبة لنا أشياء جديدة. فكما تعرفون تركيا نبضت نفسها بنفسها واستطاعت أن تحصل على استقلاليتها تماما. تمام سيد حمزة، خليني يعني نترك الشؤون الخارجية للسيد برول ونأتي للشؤون الداخلية. ما هو من وجهة نظرك الخط كان من 4 سنوات حزب العدالة والتنمية وأردوغان كان في السماء، ولكن عبر 4 سنوات يبدو أن الخط في انحدار، والدليل على ذلك النتائج الانتخابية في البلدية أو في البرلمان. إلى أي مدى ترى أو تتفق مع هذه الرؤية؟ يعني ليس كثيرا. نحن في تركيا يجب أن نوضح أننا نعيش في دولة ديمقراطية، وبالتالي هذه الدولة الديمقراطية ليس دائما يفوز فيها الشخص، يعني على سبيل المثال أردوغان ليس من الشرط أن يفوز فيها. وبالتالي خير دليل على الدولة الديمقراطية وأن أردوغان ليس ديكتاتوري، بداية نوضح هذه الفكرة، أنه خسر بلدية إسطنبول، خسر بلدية أنقرة، وربما الآن ترتفع شعبيته، ربما تنخفض غدا. الشعب التركي يحاسب أردوغان وغير أردوغان، يحاسب حزب العدالة والتنمية ويحاسب غير حزب العدالة والتنمية. القرار للشعب التركي. أردوغان ليس شخص منزه، الشعب التركي يتبعه بطريقة عمياء دون دراية دون محاسبة، وبالتالي هذه النتائج التي ظهرت، أو إذا كما تفضلت هناك انخفاض أو صعود بهذه ال4 سنوات الماضية، هذا أمر طيب برأيي بالنسبة لي. أمر طيب صورة تركيا، أمر طيب بالنسبة للصورة، ولكنه ليس طيب للعدالة والتنمية ولا الأردوغان. على سبيل المثال إذا تحدثنا أن شعبية حزب العدالة والتنمية انخفضت في إسطنبول وفي أنقرة، يمكن الحديث الآن عن شعبية ارتفعت بعد جائحة كورونا، والحكمة والطريقة الذكية التي تعاملت بها الحكومة التركية بتوجيهات بطبيعة. هناك استطلاعات للرأي، هناك استطلاعات للرأي تشير إلى أن شعبية أردوغان بالتحديد كونه رئيس البلاد، ونحن أصبحنا في نظام رئاسي، يعني النجاح للحكومة أو فشل الحكومة سينسب لرئيس البلاد. هذا النجاح الذي حققته الحكومة التركية بمواجهة كورونا، حتى بشهادات خارجية، بشهادة منظمة الصحة العالمية، بشهادة الاتحاد الأوروبي، بشهادة الولايات المتحدة، هذا النجاح يمكن الحديث الآن عن إعادة هيكلة لشعبية حزب العدالة والتنمية. طيب. وبالتالي قد تنخفض اليوم قد ترتفع غدا، ولكن الأكيد أن في 15 تموز 2016 في الشارع كان كل أطياف الشعب التركي مع أردوغان، ضد أردوغان، علماني، إسلامي،
لا يؤمن بشيء، كانوا على الأرض دفاعا عن الديمقراطية. سيد حمزة، أنا سؤالي ليس عن الشعب التركي الذي ظهر في أبهى صوره في 15 يوليو، أنا سؤالي عن على مدى الأربع سنوات انخفضت شعبية. يعني لو أن أردوغان أو حزب العدالة والتنمية نتائجه كانت رائعة بعد محاولة الانقلاب، بعد فشل محاولة الانقلاب، فنتائجه في الأربع سنوات تدنت على الإطلاق. إذا أتينا لنحسب بالحيث العدد، ويمكن العودة لنتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي خسر فيها العدالة والتنمية رئاسة اسطنبول ورئاسة أنقرة وليس البلديات، وبالتالي من حيث العدد حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات الأخيرة حصل على أكبر عدد في تاريخه من عدد المصوتين في الجمهورية التركية من حيث العدد. يعني نحن الآن نذكر أن أردوغان خسر في رئاسة بلدية اسطنبول وخسر رئاسة بلدية أنقرة، لماذا لا نذكر أن حزب العدالة والتنمية اكتسح بلديات للمرة الأولى يفوز فيها في مناطق جنوب شرق تركيا، وبالتالي الشعبية هنا تزيد وهنا تنقص. لا، ما أنا لسه عندي سؤال تاني في نفس المجال ده، بعد شوية أستاذ حمزة. خلينا أروح للسيد بيرول. سيد بيرول، يعني هل تعتقد أنه بعض يرى أنه تركيا أقحمت نفسها في مشاكل خارجية كعلاقتها التي توترت مع الاتحاد الأوروبي مثلا، أيضا على مختلف الجبهات من أرمينيا إلى سوريا إلى ليبيا؟ البعض يقول أن الجيش التركي أو الإدارة التركية تقحم نفسها في ملفات ربما تضر تركيا. نعم، لا أوافقكم الرأي. كما تعرفون كان 15 تموز يوم ميلاد جديد للجمهورية التركية، فالجيش التركي أصبح يقوم بتبني سياسات ناجحة وفي ليبيا وفي غيرها، وفي أذربيجان وفي أرمينيا. وإذا نظرنا إلى موقف التركي جراء ما يحدث بين أذربيجان وأرمينيا، فنحن طبعا دولة ديمقراطية، فنحن لدينا تعدد في الأصوات كما تعرفون وفي الآراء. فتركيا الآن أصبحت ليس لديها حل آخر إلا أن تتحرك. فإذا نظرنا إلى الاتفاقيات الموجودة في مثلا اتفاقيات شرق البحر الأبيض المتوسط كاتفاقية مصر التي يحكمها السيسي واتفاقيات إسرائيل مع الدول الأخرى، فتركيا أيضا يجب عليها أن لا تبقى صامتة، فيجب عليها أن تتبنى سياسة تحافظ على حقوق مواطنيها وعلى مصالحهم. فأنا مثلا أنا أعمل كصحفي في صحيفة معارضة، ولكن طبعا ولا أمتنع أبدا عن التعبير عن آرائي. فكما تعرفون إذا نظرنا إلى ما يقوله المعارضين، فمثلا يقول أن مثلا يقولون هناك بعض منهم يقولون لا يجب على الأتراك أن يقوموا بعملية عسكرية مثلا مخلب النمر في شمال العراق أو في سوريا. فمثلا في هذا الوضع المعقد، إذا تركيا لا تقوم بقمغان بعملية بهذا الشكل، فكيف يمكن أن تحمي أمنها القومي؟ لذلك فيجب عليها أن تقوم بطبعا هذه العمليات لأجل حماية شعبها ولأجل حماية مصالحها ولأجل حماية أمنها القومي ولحماية المواطنين الأبرياء في هذه المنطقة. فكما تعرفون هناك عمليات عدم الاستقرار التي يريدها بعض القوى، فبالتالي تركيا تفسد عليهم هذه الخطط لأجل سلامة المنطقة ولأجل حماية مصالحها في المنطقة. فيجب على تركيا أن تتخذ سياسة خارجية ناجحة، ويجب عليها أن توسع من نطاقها أيضا في هذا الموضوع. فالأنشطة التي تقوم بها تركيا مثلا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وما تقوم بها بالعمليات العسكرية في شمال سوريا وفي العراق أيضا، هي مهمة جدا. وكما تعرفون أيضا كما تعرفون هناك عمليات انهيار ما بين أذربيجان وأرمينيا، فيجب على تركيا أن تتخذ موقفا طبعا فعالا لأجل ذلك، وهي مجبرة على ذلك، وهذا هو رأيي. بشكرك، خليك معي برضو سيد بيرول. خليني أروح للأستاذ حمزة. أستاذ حمزة، أرجو أن تتحمل هذا السؤال. أردوغان استغل تضامن الشعب التركي معه في إفشال الانقلاب، واستغله استغلال على أكمل وجه، فقام بتغيير الدستور التركي من دولة وزارية أو رئاسة وزراء إلى دولة رئاسية، وقام أيضا ببعض الإجراءات الأخرى
التي تصب في صالحي هو شخصيا. يعني من يقدم هذا الطرح أستاذ الكريم غير مدرك للحقيقة، وهو طرح ساقط. لماذا؟ أولا الرئيس أردوغان لم يغير الدستور في تركيا وقانون أو نظام الحكم في تركيا وهو يجلس على مكتبه وبجرة قلم كما يقال وغير الدستور، بل أردوغان دخل بصراع، يعني أردوغان كحزب العدالة والتنمية ومن يتحالف معه من حزب الحركة القومية دخلوا بصراع مدة أشهر، حملات انتخابية، مؤتمرات شعبية، ملايين هنا وملايين هناك، المعارضة تحشد والأحزاب الموالية تحشد، هذا يقدم طرحه للشعب وذاك يقدم طرحه للشعب، وبالتالي حصلت عملية ديمقراطية، ذهب الشعب في نهاية المطاف إلى الصندوق وصوت فقط بنسبة 51% لتغيير الدستور. وبالتالي أردوغان بغض النظر هذه الديمقراطية، لو أن الشعب التركي اختار 49% نعم لكان سقط المشروع وبقيت تركيا كما كانت، وبالتالي الديمقراطية التي حكمت وليس أردوغان، هذه الفكرة الأساسية. لا يستطيع أردوغان أن يغير الدستور كيفما يشاء في تركيا، هناك قوانين، هناك شعب يحاكم ويحاسب. الآن هناك لن نناقش الآن النظام الرئاسي، صحيح غلط ليس هذا موضوعنا، فيه قصور تعالج، فيه أمور إيجابية تقدم، ولكن أن يقال أن أردوغان استغل عملية الانقلاب، أو البعض يقول أكثر من ذلك أن الانقلاب بحد ذاته هو مسرحية من قبل أردوغان، من يقول هذا الكلام واسمح لي بهذا التعبير هو مسيء ويضر بالجنس البشري، لا يوجد عاقل يقتنع أو يقول بقناعة أن أردوغان هو الذي نظم الانقلاب لينال من خصومه في الداخل التركي، وبالتالي هذه مقولة، لذلك أنا قلت أنه يضر بالجنس البشري لأن هذا غير منطقي غير معقول. أنت ترد على كلامي بأنه بالعكس هو الرجل لجأ للشعب في تغيير الدستور، ما الحاجة إلى تغيير نظام الدولة أصلا؟ هذا موضوع طويل، يعني اليوم تركيا كما تفضل قبل قليل الأستاذ، اليوم تركيا أصبحت تركيا في 15 تموز أصبحت تركيا دولة أكثر استقلالية، أصبحت تركيا لديها الكثير من الرؤى مع حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، وهل كان ولديها وهل كان النظام اللي قبل ده كان هيعوق؟ طبعا هنا سأتي هذه النقطة، النظام السابق كان يعني فيه الكثير من البيروقراطية التي تعيق ليس فقط مشاريع تركيا في الخارج بل حتى في الداخل، أمور المواطن العادي وأمور المشاريع المستعجلة العاجلة التي تريد الحكومة التركية تنفيذها، وبالتالي النظام الرئاسي مطبق في العديد من الدول الناجحة في العالم وخيرها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على سبيل المثال، وبالتالي هذا النظام ليس لأجل أردوغان تم تغييره وليس لأجل حزب العدالة والتنمية بل لأجل إزالة العوائق التي تعيق سرعة تركيا. النهضة التركية وانطلاق تركيا بشكل أسرع. طيب أنا السيد بيرول من جريدة معارضة جمهوريات، صحيح. هي جريدة معارضة لأردوغان. سيد بيرول، هناك مصري كتب بعد تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد أن أردوغان خسر العالم المسيحي، إلى أي مدى ممكن أن نعتبر أن أردوغان خارجيا على مستوى السياسة الخارجية في حالة عداء مع العالم المسيحي؟ بالنسبة بخصوص موضوع آيا صوفيا، هناك موضوع لا أفهمه تماما. ففي عام 1453 عندما تم فتح اسطنبول بيد محمد الفاتح وتم تحويله إلى المسجد، وطبعا عندما ننظر إلى المعاصرين والذين يتحدثون عن هذا الموضوع كان هناك إمبراطوريات عديدة قاموا بتطبيقات عديدة يشبه ذلك، هناك مئات من الأمثلة في أندلس مثلا، هناك كثير من الأماكن والمساجد التي تم تحويلها كنائس، فهذا أيضا تم تحويله إلى مسجد مثلا على سبيل المثال. طبعا وبقرار آيا صوفيا نستطيع أن نناقشه بشكل آخر، مثلا آيا صوفيا ممكن أن يفتحوه مثلا كمسجد، ليس هناك تعارض لدينا بهذا الخصوص، ولكن هناك بعض المواضيع التي يجب علينا أن نناقش فيها، هل كان يجب عليه أن يفتح في هذا الوقت تماما أم في وقت آخر؟ فكما تعرف هناك بعض العالم المسيحي وخصوصا
الأرثوذكس يتحدثون عن هذا ويعارضون ذلك بشدة ويقولون أن هذه خطوة عبارة تحريكية للعالم المسيحي، كيف يمكن أن يقوم؟ فهذا أيضا أصلا بالأساس كان جامعا وتم تحويله إلى متحف، لماذا مثلا يحرككم ولماذا يثير الفتنة؟ هذا شيء طبعا يدعو للسخرية، فلا يظهر أحد ويقول لهؤلاء هذا المكان موجود في الحدود التركية وكان مسجدا سابقا والناس يذهبون ويمارسون عباداتهم، فلماذا يحركونكم ولماذا يقوم بإثارة الفتن مثل هذه الخطوة؟ فشيء الذي أعارضه بشكل كبير جدا، فنحن نواجه أصوات كثيرة جدا وهناك قوة كثيرة نحن نواجهها وهناك تحالفات كثيرة جدا ضد تركيا ويأخذون الكثير من الحجج لأجل القيام بالوقوف ضد تركيا. فهناك طبعا بعض النقاط يجب علينا أن نتعاون مع بعض القوى، فكما تعرفون بعد 15 من تموز فقلنا أن القوى الذي يجب علينا أن نتحالف معهم ليست هي عبارة عن الدول الاتحاد الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يجب علينا أن نتحالف مع روسيا لأن كان هذا أهم بالنسبة لنا. فبالتالي كلما كان أن هناك حتى لو كان هناك بعض الكنائس الموجودة في إسطنبول يتم ممارسة أعمالهم بشكل سليم، إلا أن هناك معارضة من بعض القوى الأرثوذكسية. فمع القرار الجديد التي تم اتخاذه فهناك العالم الأرثوذكسي الذي تم تقسيمه بشكل كبير خصوصا الأرثوذكس الروم والروس، فنحن أعطيناهم فرصة لأجل أن يتحدوا واتفقوا فيما بينهم. بالنسبة لآيا صوفيا ليس لدينا تعارض، فكان جامعا لأن الأتراك فتحوا هذه المنطقة واستخدموها كجامع واستخدموها على فترة طويلة من الزمن كمسجد، ولكن نحن لدينا بعض النقاشات حول الوقت الذي اتخذ في هذا القرار فقط. ونوه بس للسادة المشاهدين أن السيد بيريل جوجر هو يعني متخصص أو مراسل الشؤون الخارجية بصحيفة الجمهورية التركية المعارضة لأردوغان، ناجل المؤيد لأردوغان السيد حمزة تكين. والله يا الأستاذ إيرول مؤيد أكثر مني. والله أنا مبسوط أني بسمعه، بس أنا بنوه للسادة المشاهدين يعني. طيب لكن خليني أسألك سؤال، بعد 4 سنوات أيضا خاسر أردوغان أقرب حلفائه، يعني نحن نرى أنه السيد أحمد داود أغلو وهو رفيق كفاح ورفيق درب مع أردوغان أصبح معارضا لأردوغان، يعني كيف ترى أنه كثير من حلفاء أردوغان أو رفقائه في الطريق تحولوا إلى معارضين وبينشوا حزب معارض ضد أردوغان؟ والله هذا أرى أمر طيب، وأنا دائما ما أوجه التحايا للسيد أحمد داود أغلو خاصة على معارضته التي يقوم بها لحزب بس خلينا نوه بين قوسين أن أحمد داود أغلو رغم معارضته لأردوغان بعد إقفال الجامعة بتاعته إلا أنه في موضوع آيا صوفيا ليس في موضوع تويتر. صوفيا عد معي أستاذي موضوعين أساسيين أو ثلاثة، موضوع محاربة التنظيمات الإرهابية PKK PYD في سوريا مع الحكومة، موضوع محاربة PKK في العراق مع الحكومة، موضوع دعم الشرعية في ليبيا حكومة الوفاق ضد الميليشيا خليفة حفتر الانقلابية مع الحكومة أحمد داود أغلو، وفي موضوع آيا صوفيا مع الحكومة. وبالتالي عند القرارات الاستراتيجية في تركيا ترى الشعب متوحد بمعارضته وموالاته، حتى في قضية آيا صوفيا الأحزاب الأخرى مع القرار. صحيح. وهناك استطلاع للرأي يشير إلى أن 80% من الشعب التركي مع إعادة افتتاح آيا صوفيا، وال20% يقال أنهم غير معنيين بالأمر، يعني لا يهمهم افتتح أو أغلق، ليسوا ضد القرار. وبالتالي كما تفضل هذا قرار استراتيجي سيادي. قضية آيا صوفيا قبل أن أتي بس عشان السؤال وقت بسرعة قضية آيا صوفيا أكملت انتصار 15 تموز وأكدت استقلالية القرار السيادي السياسي التركي. بس سيد بيريل بيقول إنه الوقت نتحدث عن التوقيت، لماذا المشكلة؟ الآن حان الوقت أن تبرز تركيا برأيي استقلاليتها. طيب. نرجع بقى إلى خسارتي إلى مجموعة أحمد داود أغلو. أحمد داود أغلو يا سيد الآن أولا حزبه تشكل بتوقيع من أردوغان، حزبه تشكل بتوقيع طيب ودي دولة ديمقراطية؟ وهذه دولة ديمقراطية، كيف الديمقراطية لما أنا أجي أعمل حزب لازم رئيس الجمهورية يصرح لي بيه؟ طبعا يعني هل معقول كل 10 أشخاص في أي دولة يؤسسون حزب أحرار؟
في قانون، في دولة، أنت تريد أن تؤسس حزب في أنظمة تقدم نظام الحكم لوزارة الداخلية في أي دولة في العالم. لوزارة الداخلية للأجهزة التنفيذية وليس رئيس الجمهورية. في تركيا نظام رئاسي، يوقع وزير الداخلية ثم يوقع في نهاية المطاف تمام. رئيس البلاد. ما هو تعليقك على أنه خسر أقرب الناس إليه أو أصدقائه؟ هذه ليست خسارة، خلافات في الرأي داخلية داخل الحزب الواحد وتشكل حزب آخر. أحمد داوودوغلو لم يعتقل، علي باباجان لم يعتقل، لم يصبحوا في السجن لمعارضتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، يمارسون حياتهم السياسية بشكل طبيعي، يختصمون مع أردوغان، يتوافقون مع أردوغان. هذه الفسيفساء، هذا الجو الديمقراطي هو الذي يميز تركيا، هذه الجو الأجواء الديمقراطية التي أسسها رجب طيب أردوغان في تركيا. قبل رجب طيب أردوغان في تركيا كانت السجون مملوءة، كانت الانقلابات تملأ الشوارع في تركيا. طب أنا عندي سؤال للسيد السيد بيريل، يعني 4 سنوات تركيا تطالب أمريكا بالتسليم السيد فتح الله جولان، ومع ذلك أمريكا تسوف، فهل هذا الملف فشلت فيه تركيا مع أمريكا؟ هل تركيا فشلت في ذلك؟ نعم، فإن تركيا طلبوها وإيتاء بفتح الله جولان هذا لا يعني شيء، ففتح الله جولان الآن رهين في يد الولايات المتحدة الأمريكية، فطبعا هو قاموا بوضع شبكة كبيرة جدا في حول العالم، فطبعا كما تعرفون الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ممكن أن تأخذ فتح الله جولان وتسلمه لتركيا وتأتي بشخص جديد تحل محله، فبالتالي أمريكا ليست لها عمل مع فتح الله جولان الآن وسابقا ولاحقا، لأنه فتح الله عندما ينتهي رجل من رجال أمريكا يذهبون فيأتي برجل جديد ويحل محله، فبالتالي ليس مهما. فطبعا هناك بعض الضباط الذين قاموا بالانقلاب، وكان هناك اجتماعات وكانت هناك فعاليات وأنشطة كبيرة جدا كانوا يقومون بها، وكل هذه الوثائق تم جمعها وإرسالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ففي هذه المرحلة فهل سننتظر ضمير الولايات المتحدة الأمريكية لتوافق أن تعيد فتح الله جولان طبعا لتركيا؟ فكما تعرفون هناك قوة تريد أن تقوم بانقلاب عسكري في تركيا وتريد أن تغير نظام الحكم في تركيا، فكيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية التي تتبنى الديمقراطية أن تدعم مثل هذا الشخص؟ نعم، فبالتالي نحن لا ننتظر من أمريكا وضميرها أن تحيا حتى تتعاون معنا. فكما تعرفون أن فتح الله جولان كان يريد أن يقوم باللجوء في بعض الدول الأخرى، وبالنسبة لنا فتح الله جولان فهذا ليس حديث اليوم بالنسبة لنا، فالآن حتى لو أتى إلى تركيا أو لم يأتي إلى تركيا فهذا ليس مهما بالنسبة لنا، فهناك طبعا أضرار كبيرة أوقع تركيا بها، وطبعا تركيا تريد تحاكمه وتريد أن تلقي القبض عليه، ولكن هذا ليس النقاش الأساسي لنا اليوم، فهناك أمور أخرى مثلا، فكما قلتم مع الأخ فطبعا هناك بعض الأمور التي نعارضها وهناك بعض الأمور التي نتفق عليها، فأنا طبعا وأنا أوافق السياسة الأمنية في بعض الأمور، فكما تعرف الآن الطريق الذي يسير عليه تركيا أنا أوافق عليها، هناك بعض الأمور التي نعارضها بخصوص السياسة الداخلية وليس الخارجية، ولكن في خصوص السياسة الخارجية أنا أوافق ما تقوم به تركيا الآن. طيب أنت توافق بمناسبة السياسة، أنا كنت أسأل السؤال ده للسيد حمزة لكن هسأله حضرتك. البعض يرى أن منسوب حرية الرأي في تركيا لم يقطع ولكنه في انخفاض، أو يعني أصبح أقل. منسوب حرية الرأي في تركيا خلال 4 سنوات منسوب في النازل، إلى أي مدى باعتبار حضرتك معارض تتفق مع هذه الرؤية؟
ما رضيتش اسالك السؤال ده. نعم. فاريد ان اقول لكم مثلا نعم نعم في تركيا بالنسبه لامور ووضع الصحفيين او الذين يقومون بابداء عن رايهم فليس هناك لوحه مضيئه مثلا نستطيع ان نقولها، ولكن مثلا هناك بعض الصحفيين تم القاء القبض عليهم، فهناك بعض الصحف التي تدعم القوات الارهابيه، فهناك مثلا ممكن يكون هناك قوى سياسيه تدعم الارهاب، فمثلا هناك جرائد تقوم بنشرها حزب العمال الكردستاني الإرهابي، وأيضا هناك بعض الصحف التي تقوم بنشرها طبعا مجموعة فتح الله جولان الإرهابية حتى لو لم تكن داخل تركيا في خارجها. فمثلا عندما تقوم بإلقاء القبض على صحفي يعمل في بعض الصحف الإرهابية التي تريد أن تثير البلبلة والفتنة في تركيا فهذا أمر لا أعارضه، ولكن هناك بارشتر كولو مثلا تم القاء قبله وإخلاء سبيله، وهناك بعض الناس الذين ليس لهم ذنب وتم القاء القبض عليهم، فبالتالي فهناك بعض الشباب الذين واجهوا فتح الله جولان قبل عمليات الانقلاب في عام 2007 و2008، فعملية الأرجانكون التي تم القيام بها من قبل فتح الله جولان والذين وقفوا ضد فتح الله جولان تم قال القبض عليهم وما زالوا هناك. مسار يلدز مثلا الآن في السجن الآن، فأعتقد أن الحزب الحاكم يجب عليه أن يميز بين هؤلاء، فكل أشخاص الذين يعارضون بكل ضمير ويحبون وطنهم ووضعوا في السجن يجب إخلاء سبيلهم. ولكن هناك بعض الناس تم إلقاء القبض على بعض الناس، فيجب عليه أن يميز بين هؤلاء وبين الصحفيين الذين يدعمون الإرهاب. يجب على السلطة يعني أن تميز بين المعارضين. نعم هذا صحيح. نعم بين هذين المجموعتين يجب أن يفصل بينهما. فالآن ننظر في تركيا، فننظر إلى اللغة السياسية الآن أصبحت حادة، فهناك عملية استقطاب طبعا بين الأحزاب، فكما تعرفون وهناك قطبية بينهم، فبالتالي يجب عليهم أن يوسعوا اتفاقياتهم. فهناك كما تعرفون هناك اتفاقية بين حزب العدالة وبين حزب الحركة القومية، وهناك أحزاب أخرى أيضا يتفق فيما بينهم، فيجب أن يوسعوا اتفاقياتهم وتحالفاتهم. فهناك أناس مثلا قد يفكرون بشكل مختلف ولكنهم يفكروا لصالح وطنهم، فبالتالي فهم يجبرون الناس على أن يختار طرفا، يا أما تكون مع أردوغان أو تكون ضده. بعض الأمور مثلا أنا وافقها وبعض الأمور أنا أعارضها تماما، فالآن تحول الأمور كلها إلى أمور معقدة، فيجب علينا أن نقلل من حدة الكلام السياسي، فنحن نتاج بس أنا يعني الوحدة. لي رأي في القصة دي، أنا الاستقطاب في العالم كله، يعني أمريكا داخلها استقطاب حاد جدا، من لم يكن مع ترامب فهو ضد ويحار، يعني في برضو استقطاب في أمريكا وفي ألمانيا. السؤال الأخير لحضرتك سيد حمزة، إلى أين وصلت محاكمة الإنقلابيين في ظل حديث عن وصول فارين من جماعة جولا؟ اليوم الرئيس أردوغان أعلن عن حصيلة العمليات 4 سنوات ضد هذا التنظيم الإرهابي في العالم، في خارج تركيا يعني نحو أكثر من 120 مدرسة استعادتها تركيا لصالح وزارة التربية ووزارة الثقافة التركية، استعادتها من هذا التنظيم الإرهابي بطبيعة الحال بالتنسيق مع الدول، ونحو 100 من قادة هذا التنظيم جلبتهم تركيا بالتنسيق مع الدول أيضا بعمليات استخباراتية خاصة ونوعية ليحاكموا في تركيا. هناك محاكمات مستمرة، قبل أيام أوقف القضاء التركي أيضا مزيد من العناصر الذين ينتمون لقيادات. يجب أن أوضح هنا أن من يتم اعتقالهم أو سجنهم يعني إصدار أحكام بحقهم من 100 شخص بالضبط هم القيادات في التنظيم، يعني القيادات وليس من يحب جولان أو يؤيد جولان أو يقرأ لجولان أو يعني متعاطف متعاطف معه. كلا، هؤلاء لا يتعاطى معهم القضاء التركي ولا الأمن التركي وهم أحرار، ولكن القيادات التنظيمية في هذا التنظيم الإرهابي هم الذين يجب أن يحاكموا. هناك 251 شهيد سقطوا في 15 تموز 2000، من قتلهم؟ هذا التنظيم الإرهابي فتح الله جولان. هناك 3000 جريح، من جرحهم؟ فتح الله جولان. هناك خسائر بمئات المليارات من الدولارات في 15 تموز 2016، من تسبب بهذا الأمر؟ تنظيم فتح الله جولان، وبالتالي يجب أن يحاسب ونقطة على السطر. تمام،
أنا في النهاية بشكر حضراتكم، بشكر السيد بيرول جوجر مراسل الشؤون الخارجية بالصحيفة الجمهورية التركية، ممنون قلدهم بشكرك، بشكر السيد حمزة تكين الكاتب الصحفي التركي، بشكرك حياك الله، إن شاء الله نلتقيك مرة تانية إن شاء الله. إلى هنا انتهت حلقة النهاردة، مبروك للشعب التركي وكل عام والشعب التركي بخير. النهاردة الذكرى أو يعني 15 يوليو ذكرى عزيزة على قلب الشعب التركي كله بكل طوائفه، لأن هذا اليوم أسقط الشعب التركي محاولة انقلاب دولية وليست من داخل الجيش فقط، ولكنها كانت مدعومة من دول خاصة دول تتحدث العربية. إلى هنا انتهت الحلقة، عقبال الشعب المصري إن شاء الله، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير. جايلك بمد ايدي عشان تقومي، ياللي انتي اسمك بين وريدي وبين همومي، بحلم افتح الاقي ليلك راح وعدى، والزرع اللي ظهر في مصر بكره كان اصله طالع في مصر النار.